شارع مثلا اللي بعد تأهيله يعني كان بس نهارا هو يفتح، فبعد التأهيل صار عليه اقبال ايضا ساعات متأخرة بالليل. وهذا الشارع هو يعني يصل الى شارع المتنبي، هو محاذي شارع الرشيد والمنطقة هاي القديمة، ولذلك تم الشروع بتأهيلها حفاظا على التراث واحياء المنطقة ايضا، كذلك اعطاء يعني مثل ما يقول ديمومة جديدة للأبنية، انه تكون تحافظ على الأبنية هاي من الإهمال. ونعتقد أنه حتكون هي منطقة جذب سياحي أجنبي أو محلي يعني بعد انتهاء المشروع إن شاء الله. يشمل العمل كل المباني المطلة على هذا الشارع والساحة بواجهاتها والشارع والساحة نفسها، وما يرتبط بهاي الواجهات من أعمال تحتاج تدخل حتى نضمن صيانة وترميم الواجهات، من أعمال تصليح من أملاح ورطوبة أو أماكن تسريب. نعرف سنة 93 اكو اعمال ترميم بعض الاجزاء من هذا المشروع، بس ما موجود الوثائق اللي قد تكون سرقت او نهبت. الشيء الاخر انه بهذا الارشيف هو احيانا موجود بس فقير، لابد ما كان موجود بشكل ثري اكثر، فقد ما فقد منه من الاحداث اللي صارت. وبما انه نطاق عملنا محدود ما يشمل إعادة تأهيل المباني من الداخل، يشمل ترميم وصيانة الواجهات، إزالة المشوهات، وبالتالي خلق فعاليات جديدة بهاي المنطقة المهملة، ووقت الفعاليات بها يكون أطول، منطقة أمينة. فبما أن نطاق العمل هو محدود فالحاجة بالأرشيف أيضا تكون محدودة. طبعا الأبنية أغلبها أبنية تراثية، حتى وإن كانت هناك أبنية جديدة بس هي ضمن المنطقة التراثية، فالترميم والتأهيل اللي يحصل عليها باستخدام مواد ذات طابع تراثي أيضا، مواد قديمة مثل الطابوق الفرشي، كذلك الكاشي الفرشي، حتى أنابيب تصريف مياه الأمطار النازلة من السطح هي تحمل الطابع التراثي، يعني شكلها شكل القديم، الشبابيك بقت على نفس النمط التراثي القديم. اليوم احنا دا نتكلم عن مركز بغداد التاريخي اللي هو بحدوده الإدارية 6 كيلو مستطيل، 6 كيلو مستطيل إلا شوية، هذه اللي 6 كيلو من ضفاف نهر دجلة، شارع الأزقة المتوازية، شارع الرشيد، ساحة الخلفاء اللي هو هذا المكان هسه احنا وين قاعدين. هذا المستطيل هو مركز بغداد التاريخي، هو قلب بغداد النابض، هو الداون تاون مال بغداد.